هذا العنوان التوحيد هو الحل الوحيد له مناسبة، وهي ما نعيشه من المشاكل في هذه الحياة الدنيا وما نستقبله من الآخرة. فإن العبد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى يمر بأربع دور: الدار الأولى هي بطن أمه فيمكث فيها 9 أشهر، ثم ينتقل إلى الدار الثانية وهي الدنيا فيمكث فيها ما شاء الله أن يمكث، ثم ينتقل إلى الدار الثالثة وهي القبر، ثم بعد ذلك إلى الدار الآخرة وهي التي تقسم الناس إلى قسمين، إما أو ينقسم الناس فيها إلى قسمين، إما شقي وإما سعيد. وها نحن في الدنيا، وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقولون مات فلان ومات فلان، وسيأتي يوم يقولون فيه مات عمر رضي الله عنه وهو قد مات. ونحن في هذه الحياة الدنيا في هذه الدار، وسننتقل منها عاجلا أو آجلا إلى القبر وإلى الآخرة. وكما سمعنا قراءة الإمام وهو يقرأ في الركعة الثانية: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وقال الله تعالى في سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وقال الله جل وعلا في سورة النجم: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وقال الله جل وعلا في سورة الانشقاق: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال جل وعلا في سورة البلد: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال جل وعلا في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ومن هذه النصوص يتبين الأمر العظيم الذي يعيشه الناس اليوم، وهو الغفلة عن الآخرة، حتى صارت مشاكلهم أو همومهم منحصرة في أمر الدنيا إلا من رحم ربي. يعني الناس السيء لما نسمعوا الحل الوحيد بيقولوا المشكلة الدنيا. يعني زول يقعد معاك يقول لك أنا عندي مشكلة في الدين وأنا خايف الآخرة بعدين وخايف أخش النار وكذا، المشكلة دي حلها شنو؟ ده قليل. أي زول ولغاية نحن متوقعين في المرحلة الجاية دي مشاكلنا تتحلى. مشاكلكم شنو؟ الدنيا. وفي الدنيا ما مشاكل أخلاق، ما عندهم اهتمام بالأخلاق إلا من رحم الله، والأخلاق والبنات قلة الأدب والألفاظ، والشباب بيقوا ما بيتمسكوا إلا من رحم ربي وبيمرقوا وإلى آخره وشلليات. مشاكل الأخلاق ما عندهم بها شغلة كثير،
كل مشاكل يقول لك أسي بلاد الكفر دي ما فيها مشاكل ومرتاحين. قصيدهم شنو؟ القروش. ونحن في المرحلة الجاية غايته الدين ده ما عارف إنه، لكن مشاكلنا بتتحلى. قصيدهم شنو؟ الاقتصاد. ونحن 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 بس ده الهم والاقتصاد ومشاكل الدنيا ومشاكل الآخرة ما في حلها إلا بالتوحيد. والمشكلة الأكبر من مشاكل إنهم معرضين عن التوحيد. يعني ذول الحل عنده إذا الله وفقه، لكن شايفه ما الحل. يعني عنده التوحيد والعقيدة وتعلم الدين وكذا وكذا وكذا، لكن هو شايفه ذاته الحل ده، هو ذاته شايفه مشكلة. والكلام ده يا جماعة كثير من الناس بيابوه، لكن احنا بنمسكهم خطوة خطوة. الله عندك فيه شك؟ الجواب لا. أفي الله شك؟ الجواب لا. الله بيصدق ولا ما بيصدق؟ يعني هل صفة الله الصدق في الحديث والقول، أم أنها ليست صفة لله؟ ونعني بالصدق الكامل الذي لا مثيل له. إذا ذكرنا صفة عن الله نعني الصفة التي لا مثيل لها، ليس كمثله شيء. الجواب يقول لك الله قال في القرآن: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. أيوة القرآن كلام الله. أيوة كلام الله. والله بيعلم مشكلتك. أيوة. والله بيعلم الحل. أيوة. والله قادر يحل مشكلتك. أيوة. تعال نجوى القرآن، نجوى المشاكل سببها شنو وحلها شنو. لأن احنا سمعنا كثير ناس الكورة تكلموا كثير، سمعناهم كورك وجابوهم في الجرائد وخط 18 وتسلل وثلاثة نقاط ووك والاستاد يتملي وتاني يفضى وبكرة ولاعب يشجعوه 10 سنة بعد شوية يقلب وجماعة يطلعوا فوق العمود واحدين دارين انتحروا، يبقى ما حلوا المشكلة. وناس الغنى سمعناهم كثير ما حلوا لنا المشكلة، ووك ويغنوا بجاي وصرخوا بغادي وكلام كثير وسمعتوه ما حلوا المشكلة. ولا حلوها ناس الغنى؟ ما حلوها. وناس السوق يتكلموا مواضيعهم كلها، الدولار ارتفع الدولار نزل وذات ذل جل المسلمين ديل، نسأل الله العافية. يا أخ بدر يا أخ بعد حطين بعد حطين، ناس صلاح الدين الأيوبي وديل وديل، الناس ديل بيبيعوا الصليب لما انتصروا عليهم وفتحوا فلسطين، بيبيعوا الصليب في سوق دمشق بين يعلين، يعني الصليب بمركوب، بيبيعوا بمركوب. ديل السي مش صليبي مش كافر، بقى ذات رزقهم بيعلقوه في بصلعة ده الدولار ده بصلعة ده، وشعر ما قادر يسوي حل لك مشكلته مشكلتك انت بتفهم كيف بلاوي زايا اخبال بلا في البلد دي، نسأل الله العافية. ديل التجار يتكلموا ما حلوا مشكلة، ناس السياسة تكلموا ويحرضوا وعملوا، أقفلوا الشارع قفلوه، أفتحوه فتحوه، أقفوا فوق ويقفوا، أقعدوا تحت قعدوا، يتلموا مع البنات يتلموا، البنات بنات مؤدبات قلبون كنداكات، وأولاد شنو كذا قلبون شفاتة. حلوا المشكلة؟ ما حلوها. أيوة نحن ناس الدين ده نتكلم، ودارين نتكلم بالدين الحق، مش دين يقولوا شعارات ويخالفوه، بالدين الحق. وما في كتاب على وجه الأرض أقوى من الكتاب ده، ما في. وده المرجع، ناس الطب عندهم مراجع ما بيتغالطوا فيها، وناس الهندسة عندهم مراجع، وناس الدين ده مرجعهم القرآن والسنة.
الله سبحانه وتعالى في القرآن وراك ناس كان عندهم النعم، والنعم دي فقدوها، وراك سبب الفقدان وسبب المشاكل. وانت سمعت لناس الدنيا وما حلوا لك مشكلتك، كذا اسمع لناس الدين شوية كذا ركز معهم. قال واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. واحد من النفرين عنده بساتين جنات، ومعنى جنتين أي بستانين، وهذان البستانان من أعناب، يعني ما شغل بتاع شنو، مانجا ولا بطيخ ولا شمام ولا برتقال، برتقال عنب، والسور بتاع العنب بتاع البستان من البستانين ما سلك شايك ولا شوك، السور ذاته نخيل نخل، وبين البستانين زراعة، وفي موية جارية، ولما نيجي وقت الحصاد أو وقت قطف الثمار كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم أي لم تنقص منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يعني ما نسب النعمة لله سبحانه وتعالى، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. دي ما بتنتهي، النعمة اللي أنا شايفها دي ما بتنتهي، وأس في ناس من البشر بيقولوا كذا، ولكن احنا ما بزول برمينا، ونحن ما بنتهزى، ما بزول بنزل يدنا، ونحن ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، قيامة ما في، ولئن رددت، يعني هي ما في لكن كان في، هي ما في لكن كان جات، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الآن وأنا الله بريدني وعندي مكانة، الله بحبني وعندي مكانة، وطالما اداني بستانين في الدنيا ده فهموا كذا، فهموا السقيم، بقيس مكانته عند الله سبحانه وتعالى بالنعم. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. ذكروا زمان تراب، انت كنت تراب وكنت نطفة وبقيت تاني كبير، ما هو زول لما يذكروا بالماضي بيرجع شوية، انت كنت شنو وبعدين هسه بقيت شنو، ولا اداك النعم دي منه، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. الله قال سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، بيطوفوا بيدي دي البيت العتيق، وشيلوا التراب يسفوه، وينادوا الميت ويشكوا له يا فلان وانا جيتك كم مرة وما حليت مشكلتي، والمشكلة دي كيف الدارة تتزوج، تمشي القبر تمشي المغابر، وده الماتوا شوف الحيين تكلم ناس وصيون يجيبوا لك وكذا إلى آخره، تمشي للميت زوج لي وكذا وإلى آخره، وداي الرزق شيل التراب وشيل الأوراق ويمشي يخط الورق في الزراعة حل الزراعة ولك عشان تقوم. والله سبحانه وتعالى يقول أفرأيتم ما تحرثون
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. دكاترة في بلدنا دي دكتور في جامعة أم درمان إسلامية يقول غير الله بنزل المطر وغير الله نحن في بلدنا دي يقول لك الشيوخ بدوا المطر والمطر على حسب الطلب كفار لا بعرفوا شيوخ ولا غيره بيجيهم مطر بيتلجوا وبلدنا دي يقول لك المطر بحسب الطلب قال عجبك عجبك ما عجبك أمش افتح بلاغ في الشرطة. دكتور بيدرس تفسير في جامعة أم درمان الإسلامية نحن نمش أصل وين إذا غري واحد في أكثر من 16 قبة أنا دار أعرف دي الفريق من باقي الأموات شنو فريق شنو وهل ديل أفضل من حمزة رضي الله عنه. حمزة قبة كم متر ولا مدماك ولا طوبة. هل ديل أفضل من سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن زول مات في الأرض في البخاري العرش فوق أعلى مخلوق أعلى ده سقف الكون سقف الكون اهتز أكبر مخلوق اهتز لموت هذا الصحابي ده ولي ولا ما ولي صحابي ولي وصالح وقبره ما بنوا فيه ولا مدماك. ليه ناسنا بعظمون كذا ليه؟ والأدهى والأمر لما تجي تتكلم في المواضيع دي في المواضيع دي ولا شتمتوا قلت ما تنادوه وما بينفع ولا بضر ولا بملك شيئا ولا نبسته ولا قلت الزول لا مكعوج ولا أهله كذي ولا قبيلته كذي ولا كذا بس قلت حقيقة بس الزول لا بينفع ولا بضر. الزول لا يا جماعة مات ومضاعته بقول لك الزول ده مات هو بعد المحاضرة بقول لك اسمع انت جبت الأموات دي ليه يعني هو بيعترف انه الزول ده شنو ميت. طيب انا قلت الزول ده مات وانت قلت مات بس مات بتاعك دي احسن من مات بتاعي في شنو بس مات بتاعتك دي انا قلت لك الزول ده مات والله حي والله قال لك وتوكل على الحي الذي لا يموت وزولك ده مات انت بتقول لي هو مات. انا والله مشيت غرية في الجزيرة سيما طيبة الغرشي قلت لهم يا جماعة الغرشي بتاعكم ده مات والله حي نادوا الله المبموت وبكر الصديق قال كلام زي كلام ده قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أول شيء كذبوا فيني قالوا الزول ده بالعربية جنب الترى الزول ده انقلب قلبه ومات يوصل الآخرة لاقاني واحد في الحصيصة جنب الحصى هو قال لي انت حي لازي تلاقي حي لازي يا زول انت ما قالوا موت تلاقي ما موت ولا شيء. بعد أيام جابوا نفرين في قبة الشيخ ذاته طلعوا يبهوا من فوق واحد من فوق وقع انكسر تكسر والثاني وقع ما لحقوا المستشفى مات. هسي يا مش ناس الغرية سالوا جو يبهوا القبة قلت لهم بالراحة كده زول كندا لو بينفع وبضر ديل جو يسووا فيه خير إذا صح التعبير ما خير لكن إذا صح التعبير جو يبهوا لقبته اتغبشت جيبه هو له وقعوا من فوق الزول ده لو اصلا منفع مش يتلقاهم بالراحه ينزلوا يقول له اشتغل زي الناس بهي زي الناس ورجعوا تاني خلاهم يموتوا ليه ويتكسروا ليه ما قدروا يجاوبوا وما في جواب. السنه دي 2019 2019 في الشقيلاب سكران طلع فوق سكر ربطت معاه طلع فوق الترتع طلع فوق قال اصله ما نازل الا الزول اللي يعمل فيني حاجه الناس يا علي الله انزل لا 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 زولكم ما بسوي اي شيء قال لي وانا قاعد فوق له هذا
يا مولانا انزل، جابوا الشرطة، الشرطة خايفين يضربوه يقع ميت، يحنسوا في أزمة علي الله. بعد التعب نزل لهم قالوا لنا أنا ذكران هذا اللي يسوي لي وما بسوا أي شيء، ولو بيسووا شيء وبيكشفوا كرب بلد بنزين زاد صفوف راقدة ما سووا شيء، الموية تعب ما سووا شيء، السكر زاد ما سووا شيء، الكل سيو سيو زعلان ما سووا أي شيء. ليه؟ قال الله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. قال الله تعالى في القرآن: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. للأسف ابتلاهم ما غيروا للخير، غيروا للشر. المتبرجة زادت تبرجا، واللي بيصلي ثلاثة وكات في الجامع قنع مرة واحدة مرق، وناس الجوامع بدل يفتحوها للدعاة ويبقوا رجال ويبقوا أسود ويحموا ناس الدين ويقفوا ضد ناس الدين. كتبوا الأوراق: ممنوع الحديث، ممنوع ذكر المسائل الاختلافية، ممنوع جنو، لو اختلف مع أخوه في قروش ما بقول ممنوع الحديث في الموضوع ده، بيمشوا للمحكمة. لكن في الله وفي الدين ما دارين إزعاج، قاعدين ممنوع 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 ممنوع. تمشي يا أخي، أسي واحد أسدي معانا جاي في الطريق، قال في الطريق في الحافلة ناس قاعدوا ينبزوا في السعودية، السعودية. قال أنا متعجب البشر ديل جد بيكرهوا بلاد الحرمين دي ليه؟ أنا متعجب فيهم. قلت له: أي زول بيتكلم في الناس ديل؟ مثله ومثلهم كالذي يرتدي طاقية ولا يرتدي شيئا بعدها، يضعن في قوم يرتدون ثيابا ولا يرتدون طواقي. والله بس، ونحن وهذه البلاد وثم إنهم وهؤلاء أوك أمي جاقيف هناك صف واحد بتاع بنزين ما في، وهذه البلاد وثم إنها وبلاد الحرمين وكذا، والأيام دي بدأت تفسد، بدأت تفسد سووا شنو؟ والله قالوا سووا عيد وجابوا فنان، وإنت كان فنان في الفريق، انت كان فنان في الفريق، وقالوا بيتحت تحت في حاجات، انت بيتحت فوق كله بيتحت، انت عرفته كيف هو بيتحت معناه انت خشيت تحت معناه انت بتاع تحت، كلها لخبطه يا اخي وبلبلة. داك عندهم مكة والمدينة ونحن عندنا الزريبة والشكينيبة، ده بتفهم كيف دي اصله دي حلوها كيف؟ بلد يا اخي تعوج بلاوي يا أخي، الطفل يا أخي ما يرضى الزل، عقيدته في الله قوية على التوحيد والعقيد منابر تصدع بالتوحيد، نحسبهم من الدراسة يعلمون من المناهج توحيد توحيد كذي، الواسطية بدرسوها لهم في الثانوية، نتكلم كيف تشربوا العقيدة دي والتوحيد بتوفيق الله سبحانه وتعالى. دعا له النبي ونحن دعوا لنا ناس ما عارفون دعوا كيف ذاته، غدست مرة واحد ما عارف دعوته اني جات بالغلط ولا ما دعوا ذاته، اي محل يقول لك نكشحك فاتحه، كشحونا بغادي ذاته، ما كشحوها زي الناس ذاته، من كلها تجد كلها هوزا يا اخي، ما دعوا دعوه ذاته صحيحه ولا توجهوا الى الله يا اخي. لليله يا اخي النسوان في الحافلات العربيه دارت تنقلب، يقول لك نشكو لمنو؟ نشكو لمنو؟ ما عارفين يشكو لمنو؟ لياسي
الله في القرآن جاب لك راجل ومرأة، إذا صح التعبير جاب لك راجل ومرأة، الاثنين شكوا لي الله والاثنين مشكلتهم اتحلت. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ده نبي شكى لي الله، الله جاب لي ولده كان ولد جابوا له كبير وكان عادي، جابوا له وزير وملك رئيس وكان زول تمام، جابوا له أتم، جابوا له نبي عديل. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ديل دعوة الله وانكسروا لله وشكوا لله. المرأة شكت لله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي لمنه، هو جنب الرسول كذا تفكر في الآية دي، جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، في ولي أحسن منه في المجادلة؟ قال تجادلك إنت، لكن في الشكوى قال شنو؟ وتشتكي إلى منه؟ إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. والله أكرم، مشكلة تحلت، حلها لي ونزل فيها آيات وبيقوا الصحابة يحترموها. رسول حيا سنوات ومات فترة ومات، وأبو بكر سنتين وستة شهور ومات، وجاء عمر بن الخطاب وكبر في السن وبقى أصلع ويجي في الطريق وتوقفه يقولون هذه التي ذكرها الله في القرآن، دي الله أكرمه، شكت لي الله سبحانه وتعالى، الله يجزي الخير وما عنده شيء. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا. شو الكلام ده واضح كيف؟ عشان ما تعلق لك حجاب ولا كمون ولا ورقة ولا ودعة ولا حاجة ملفوفة ولا حاجة مقروءة ولا حاجة مكتوبة غيره من الأشياء. قال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، مش كلام واضح؟ فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ملائكة بخافوا من الله، ملائكة في صحيح البخاري جبريل عليه السلام عنده 600 جناح 600 جناح رف رف 600 جناح في سنن أبي داود عند الحاكم صحه والذهبي والألباني قال هو كما قال صحيح من رواية جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة السماء من حملة العرش، واحد بس من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة 700 سنة جاري بحصان من أضانه لكتفه. ده بخاف من الله الملك ده، وناسنا في السودان زول بيكتب إذا امتدت يد الله إلى المتاريس قطعناها، إذا امتدت يد الله إلى المتاريس قطعناها، وده ملك بيقول كده. إذا في بلدنا دي الليلة مات فنان
الليلة دي صلاح ابن البادية الليلة دي دفنوا في قبة في الأيام اللي فاتت دي مدفون في قبة. ده تعظيم للفنانين. ليلة السنة دي الفاتت الذكرى الخامسة للفنان فلان أسطورة الحوت يعظم الفنانين ويعظم المغنين ويعظم لعيبة الكورة. داري انتحروا لما إذا مصطفى خلى الهلال مشى المريخ وناس بيرتدوا عن الدين. واحد جاي منه لابس صليب في بلدنا دي قال 1400 سنة الإسلام قدم شنو؟ قال كفرت بهذا الدين وارتددت. قال آن للشباب الذين في الهامش أن يضعوا هذا الإسلام في سلة النفايات. التاريخ خلاص انتهي انتهي. قدم شنو قال الإسلام؟ قدم شنو الإسلام؟ قدم شنو ما عارف. وفي النهاية طلع عليه صليب وقال الحور العين. قال يقول لك في حور عين وأوهام أوك وجاب لي لفظة ما بتتقال في الحور العين. وقال بعد ذلك احنا دهن نتقدم وكذا وكذا. وقال دارين نبي من افريقيا. الانبياء دول كلهم من برا ليه؟ وموسى عليه السلام في مصر. مصر دي في اوروبا. وبلاوي كثيره. وقال الاسلام قدم شنو؟ الاسلام قدم رجال يا اخي. الاسلام ده طلع رجال 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 زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رجال دول بيمشوا في الطريق قال له هي يا ابن الخطاب في البخاري ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره. والله ده الصحابة ده الناس الدين. سعيد ده أسيد ابن حضير رضي الله عنه قرأ القرآن فنزلت الملائكة حتى هاجت الدابة فخشي على طفله فتوقف فصعدت فقرأ القرآن فنزلت فهاجت الدابة فخشي على طفله فتوقف فصعدت فقرأ القرآن فنزلت فهاجت الدابة فخشي على طفله فتوقف فأصبح الناس فأتى المسجد فصلى الفجر فقال يا رسول الله قرأت فرأيت نورا بين السماء والأرض فتوقفت لما هاجت الدابة خشيت على طفله. قال تلك السكينة وفي رواية الملائكة ولو قرأت إلى الفجر لأصبح الناس يرونهم. ملائكة ملائكة ده الدين كذي. الدين ده الإسلام ده جاب صلاح البشر. من هارون الرشيد يعاين للسحاب سحاب الكفار العاجبين ديل البيزلو لسي المتكسر فيهم ديل البلبس زي لبسهم ناس ماشيين عرايا خشيلوا في عاداتهم البسوا في الأردية وتخايبوا فنانين ويفلفلوا شعرهم زيهم بوب وجين كلكي وبلاوي عاجبينهم الكفار ديل. دي زمان زلوا للمسلمين ديل زلوا لهم زلوا لهم. هارون ده رس الرسالة بعين للسحاب يقول لها امطري حيث جئتي فسيأتيني خراجك. بلد دي جد الله ادانا لها. ده هو الإسلام. الله عزب الناس عزبوا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني. يا هو زي العينة دي منسلق عن الدين. والله الشر يظهر في وجهي يسخر بدين الله وحور عين وإلى آخره. قال لي ديك ملكة جات جديد للروم. قالت له من أني من فلان كانت ملكة اسمها أني ماتت وجاء واحد مش ماتت انتصر عليهم ومسك الشغلة. قال له وبعدين رسل لي هارون الرشيد قال له تاني جزية ماف. أنا جيت مسكت البلد والروم وكذي كل الملك يعني تاني جزية ماف. زمان ديك مرة وأنا خلاص جيت هنا. رسل له وكذي قال له بسم الله الرحمن الرحيم من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى كلب الروم. كلب قال له كلب قال له فإني مرسل إليك جيشا أوله عندك. راسه قال له هناك بصلك وآخره عندي. تاني قال له جايك. قال فقرأها فارتعد. قال ادفعوا له الجزية. ادفعوا له ده صعبين قال له ده زي ديل بيتلاحقوا. قال له كلهم كانوا كذي. ده الدين رب رجال. لكن لما يتملصوا ديل عن الدين يا هو بيقوا خيابة زي ديل كذي خيابة. يا أخي عليك الله لو المظاهرات دي جائزة لو جائزة أنا بقدم بنات قدامي
يا أخي عثمان بن عفان عمره 82 سنة، ده أصغر كلمة قالوها فيه في التاريخ، أصغر تاريخ له في صفة الصفوة وفي سيرة علام النبلة قالوا 82، الرواية الثانية قالوا 87، الرواية الثالثة قالوا 90 سنة، 90 سنة عثمان رضي الله عنه. قال ابن الجوزي قال الحسن البصري رأيت عثمان وكان حسن الوجه وشعره إلى ذراعيه، شعره تحت ليه عضله، وهو واسع المنكبين قوي الجسد. قال وهو جالس، بعد ذاك قال ابن الجوزي قال جالس، قال طفروا عليه، أول زول دخل عليه عثمان قال له بيني وبينك هذا، قال وهو جالس يقرأ كتاب الله، عمره كم 80 سنة. فجاءت امرأته قال بيني وبينك بيني وبينك كتاب الله، قال فرفع السيف فتصداه عثمان وسيفه بالقرب منه، خدت السيف لأنه قبيل، قال له أبشر بالجنة مع مصيبة تصيبك، قال الله المستعان، خدت السيف. قال فتصداه بيده فقطعت أصابعه إصبعه وهو قد تجاوز 80. فقال الحمد لله كم كتبت بها كتاب الله، خدته. فرفعوا السيف فضربوه في رأسه فسال الدم في لحيته، فقرأ قول الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فجاءت امرأته فسقطت بالقرب منه فقال هذا ما أعظم عجيزتها، فقال اللهم أعمي بصره وقطع أطرافه وأدخله النار، ثلاثة. قال ادخلي لأن أقتل أحب إلي من أن أصاب من أن يروك، لأن أقتل أحب إلي من أن يروك. فدخلت قالت اقتلوه أو اتركوه والله إني أشهد أنه يقوم الليل بكتاب الله. أقتلوه قالت لهم، الليل بيقوموا بالقرآن، ده الرجال طلعنا الإسلام في النهاية كتلوه، والكتلوا رأوه بعد فترة ملقا على وجهه مقطعة أطرافه أعمى البصر، فقلبوه قالوا ما هذا البلاء، قال أصابتني دعوة الرجل الصالح دعا علي بثلاث قال اللهم أعمي بصري فأعمى الله بصري، قطع أطرافه وقطع الله أطرافي، أدخله النار وأنا أنتظر الثالثة دخول النار. يقول الإسلام طلع شنو، وانت قاعد في البلد دي وجيعان، هذيك بلد الإسلام بلد الحرمين مرتاحين، سلالم وعربات وبنزين وأكل وشراب، مرتاحين أي شيء عندهم، أي شيء عندهم، يجون الكفار يتزللون. ما شفت في المقطع، مقطع يا جايبين الملك بتاع بلد الحرمين جنبه ذاك ترومبا بتاع أمريكا اسمه ترامب، ترومبا بيشرب بالشمال وجنبه مرته، وده الملك قال له رايد، رايد أنا ما بعرف إنجليزي، رايد باليمين، ها قال له أنت بالليفت، بالليفت رايد، رايد باليمين، عمك صلح اليمين، ده في كباية بينصحه رجفة ماف، ديل هنا يرجفوا، نحن أمريكا لو عانت لنا جماعة المظاهرين لو عانت لنا أمورنا بتنصلح، صلح ديل، ديل يا ناس رجوع للدين، رجوع للعقيدة، رجوع للتوحيد، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. قال الفوزان في شرحه للجامع لعبادة الله وحده قال كالذي يأتي البئر وليس معه دلو ولا حبل والماء في أقصى وفي قاع البئر يمد يديه إلى الماء كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يدعو في البشر لأسي يا أخ، بلدنا الدين لأسي ما دارينه، توحيد ما دارينه يا أخ، عقيدة لأسي ما دارينه يا أخ،
عقيدة صحيحة. يا أخي الكفار ربوا دقن، اليهود يربوا في الدقن، الناس ما نقدون. واحد تلقى قس طاقته سوداء، وتلقى نصراني صليبه كبير ودقنه كبيرة، يخلوه ساي. وانت مسلم تربي دقن، لك اوه الدقن جه وده بجنب القبيل ده، ديلك لابسين اسود نسوانهم العاملات مدينات، خلون ساي. نحن هنا اللي بتلبس بنطلون يحترموها، تعرقش يقف ليها، يقرب ينقلب، فرامل يدوسها 6 مرات يقرب ينقلب، وبتاع العربيه يوقف ومظلله، وبتاع وين وده يقوم وده يقعد، وعمك عجوز راكب في العربيه شفته بعيني جاي من السجانه، شاف البيت لابس بنطلون قاعد يكورك، وذاته بقى كمساري عمك عجوز عربي عربي عربي، ركبت ثاني لا جاب عربي لا انجليزي، قدم مره واحده. دي بتاعت البنطلون بيحترموها، تحت النقاب عينوا لها كده، اوه انتوا ناس الحجاب اي وناس النقاب اي، عاملين زي البعاتي. وانت دايره تكون زي شنو؟ هو في بعاتي في الارض؟ ما بعاتي، ده حجاب بتاع توم اند جيري زي اساطير الاولين، زي بعاتي بتاع شنو يا اخي؟ سخروا بين زول الدين يا سياخ. في النهايه جات موضه يربوا دقن، ربوا طوالي، قالك الله شوف الزول ده، جات موضه يلبسوا نص الساق، لبسوها طوالي وزادوها بيقوا يلبسوا شوف هناي ردة، ما شفتهن؟ والله يا مال المجتمع ده حيرني عديد، حيرونا ذاته يا اخي. يا اخي زول بيقصر جرابته يسخروا بيه، هون يلبسوا في الأرضية ركبهم برا وراكب الموتر، مش الركب شغل بعيد، كبري ود البشير اوك مشى، ولي قدام ما معروف الموضة تكون كيف، الله اعلم لي قدام الموضة بكون طاقية بس ما بشتها كله بلاوي ياخذ كلها انسلاق عن الدين، ناس ترجع للتوحيد، والناس تحارب زي ما قال عمنا شمس الدين، يحاربوا القباب واصحاب القباب والحجبات، شغال دكتور قبل ما يدي الدواء يقول اقطعوا الحجاب يدعوه، والله لا زانجا. فإن العبد يعظم الله ويخاف الله ويتقي الله، ودائما يا جماعه الزول الموحد عنده مروءة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في الفتاوى في الجزء العاشر، قال انظر إلى يوسف عليه السلام وانظر إلى امرأة العزيز. لما كان يوسف مخلصا لله على التوحيد صرف الله عنه السوء والفحشاء، ولما كانت هي على الشرك ابتلاها الله بالعشق، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا شنو؟ المخلصين الذين أخلصهم الله لعبادته الموحدين. وعلاج العشق التوحيد، أن يحب العبد ربه، وأن يتذل له، وأن يصرف له جميع العبادات، وأن يتوكل عليه، وأن يتعلق به وحده لا شريك له. جميع المشاكل حلها في التوحيد، مشاكل الأمن والفوضى والجوطة. هسي العالم ده بقى زي ما كانت العربية، والله العالم ده بقى زي شفت ما كانت العربية، مش فيها كم بيستم، واحد بيقوم واحد بينزل، بيقوا الدول دي كده، واحد يتهدى واحد يتقوم، واحد يتهدى واحد يتقوم، زي البدالات يا خالد. دي جاي دي قامت، دي بغادي جنبنا قامت، دي قعدت دي قامت. سبب شنو؟ سبب الشرك ده. الشيعة بيقولوا يا الحسن يا الحسين مدد يا زين العابدين، الشيعة الروافض. بلدنا هنا الصوفية يا المكاشفي يا الكباشي يا صايم ديمة يا ود بدر يا ود عويس يا توم ود بانقا يا فلان، شرك بالله، تركوا الحي الذي لا يموت وتوجهوا إلى الأموات، إلى القبور وإلى أصحاب القبور، طلبوا منهم الحوائج، طلبوا منهم كشف الكروبات، وهم أموات، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الغراك بالله شنو؟ الخل البشر ديل إنسوا الله
ويتوجهوا للمخلوقين شنو يا جماعة؟ باختصار شفت الأرض دي، باختصار كده الأرض دي كلها كده من أولها لآخرها كلها كلها ما بتعمل لك جد، مشاكلك دي كلها حلها من فوق من فوق، والله مرتك دي لو اختلفت معاك حلها من فوق، وألف بين قلوبهم تأليف القلوب، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الأمن، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. توحيد والعقيدة الصحيحة، ويشتغل دعوة في أي مكان، مساجد ذكرهم بالتوحيد، وأي زول لقيته صاري في التوحيد صاري كذب تتكلم في التوحيد تلقى ما منشرح وما مرتاح وما بيتحرك وصاري، ده أقنع منه جملة وتفصيلا، ده ما فيه خير. والله الذي رفع السماء، أي زول وأي مخلوق ما يغضب لله في العقيدة والتوحيد ده ويتضايق من الشرك ده والله ما فيه خير. لأنه يا أخي خلي البشر، خلي البشر يا أخي، يا أخي الله قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات، سماوات عندها عيون، عندها خشم، عندها كرعين، تكاد السماوات يتفطرن منه، يتفطرن، وفي قراءة الدوري ينفطرن منه، وتنشق الأرض، الأرض تقرب تتشق، وتخر الجبال هدا، ليه؟ أن دعوا للرحمن ولدا. جمادات بتغضب لله، طيور هدهد بيقطع مسافة شهر من الشام، شهور من الشام لسبا اليمن، من يمن اليمن للشام، غضبان من الشرك. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، كلب مرق مع موحدين بحميون قاعد برا، انه كثير قال الكلب قاعد برا كلبه منباسط ذراعي بالوسيط، لأن الملائكة ما بتخش محل فيها كلب، قاعد برا وخلاهن هون جوا قاعد حاميهم برا. كلب الله جابه في القرآن، كلب كلب الله جابه في القرآن، مشى مع موحدين ديل أجارك الله، لا بيمحوا لا بيسافروا زي الطيرة يسافروا للتوحيد، ولا بيحموا الموحدين زي الكلب، ولا دارين الخير للناس زي النملة دائرة خير للنمل، الله جابها في القرآن سورة كاملة اسمها سورة النمل. طب تفكر النمل عديل، نملة نملة ديل أجارك الله، لا دارين يتعلموا التوحيد، لا دارين يدعوا للتوحيد، لا دار يحموا التوحيد، ولا دار يخلوا الموحدين يا وقفوا في وشهم، ممنوع الكلام، يا خلون يتكلموا ومشوا في جنبه طعنوا فيهم. عندل كلام واحد، كلام توحيد، شغلة توحيد، وماشيين وجايين في التوحيد، والله واحد، وهسي في زول ما عارف الله واحد، عارفين الله واحد لكن في الشدائد بنسوه، توجهوا للأموات. هذاك الموضوع ده طويل، حل المشاكل دي كلها شفتها في التوحيد، والضيق اللي في القلوب دي، الضيق اللي بيشكم منه الفنانين يكوركوا اتقطعت جوا حتة حتة، وغير حلوا في التوحيد. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، شرح يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كلام طويل. المشاكل القبلية، الدم في البلد وفي غيره، حلها في التوحيد، حلها في التوحيد. الخزرج، الأوس، القبائل في المدينة حروبات، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم وحدوا وحدوا مشاكلهم اتحلت،
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سلف لما هنا التوحيد بلال من الحبشة بيطلع فوق والقرشيين تعد ويعزن من الحبشة، والرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري وقال لي يا بلال إني سمعت دفن عليك في الجنة، فقل لي أرجى عمل عملته؟ قال ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. عمر بن الخطاب من قريش أسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الجنة ورأيت قصرا وإذا بامرأة تتوضأ حسناء يعني جميلة، امرأة تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لفتى من قريش إنه عمر بن الخطاب. قال فأدبرت عنه خشية غيرة عمر أو تذكرت غيرة عمر. قال أبو هريرة فبكى عمر قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ أعليك أغار؟ ديل لمّون التوحيد ده، لمّتنا العقيدة، لمّنا السلف. بقى الواحد يقول إني لا أضع اللقمة في أخي فأشعر بها في حلقي. إلفة زي دي اللمّون شنو؟ توحيد، ودي حل المشاكل كلها. ونحن والله الناس دي لو تكلموا في أي موضوع ده موضوعنا وده حله ودي مشاكلنا، ولو أبو اللي حلوها مشاكل بعدين اللي يجي الموت لحلوا مشكلتهم قدام، اللي يخشوا القبر يجون الملائكة من ربك يقول له حرية، بيوريك حرية جوا هناك، أمشي الصراط قول حرية سلام وعدالة، أمشي قدام كله انسجم أخوان مسلمين لخبطة وحرية وتغيير لخبطة وبلد كلها لخبطة إلا من رحم الله، ترجع إلى الله وتوحد الله وتعتقد في الله العقيدة الصحيحة في زمن. لأنه في سؤال ها 6 دقائق. قال سمعنا أن السلام عليكم وعليكم السلام، سمعنا أن الفنان محمد النصري تاب من الغناء، نرجو توجيه كلمة له وللفنانين وشكرا. الخبر ده يا جماعة خبر إنه الفنان محمد النصري تاب، بلغنا هذا الخبر والله وسررنا به أعظم السرور أو أشد السرور. وأنا ما استغربت والله. ليه ما استغربت؟ لأنه كثير بتجينا أخبار عن الزولة، كثير بتجينا أخبار ناس دار يسجدوا له مرأة بيت يوقفها، ناس شنو علامات رجولة وخير في الرجل. وفي هذا المغني بالتحديد والله أنا ما تعجبت أبدا، ولذلك أنا أوجه له خاصة ولغيره عامة 4 رسائل. الرسالة الأولى أقول له أبشر، ودي خطوة خير ما يرجعوك منها، ولا تلتفت إلى من حولك. قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أسأل الله يجعلك منهم. الزول كان في بير الله مرقه وما يلتفت للحوله، سمعنا من بعض الشباب قالوا عاملين مظاهرة ده رجعوه. وأنا اتذكرت طوالي أثر في البخاري وبرسل له في البخاري هرقل لما جاءت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإلا يعني إن لم تسلم فإن عليك إثم الأريسيين يعني الفقراء والمزارعين التحتك والوراك. رفع الرسالة وطلع الشرفات شرفة فوق القصر
وقال لهم قفلوا الحصون قفلوا الأبواب قفلوها. واجتمعوا الناس قال لهم أما بعد فإني قد بلغتني رسالة محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقاموا عليه كالثور هاجوا هاجوا كلهم. لما هاجوا بدل يثبت على الدين وعلى الحق استجاب لهم ورخى. بعد رجع للحق رخى. قال أما بعد فسكتوا وتربصوا. قال امتحنتكم في دينكم لأرى صلابتكم وإني على دينكم. فخروا له سجدا. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبره أني معه أنا بيتحت معه لكن الجماعة ذل. فقال رسول الله كذب عدو الله. كذب كذب اختار الدنيا على الآخرة. ما تلتفت لهم واهتم بالناس الدارين لك الخير وفكر في الآخرة واتذكر. ودي الرسالة الثانية اتذكر الناس التانين الفنانين الغنوا في الدنيا دي وسووا جماهير وسووا ناس والناس حبون وماتوا ودخلوا قبور. الليلة ماتوا دخلوا قبور. هل في حسنة من ديل وصلة؟ وهل الحبون قدموا لهم خير؟ واحد لقيته قلت له انت بتسمع للحوت؟ الزول ده مات يا اخي، انت لو دار له الخير وقف غناه وادعو له بالرحمة. قال لي ما صوته سمح دقس براو. والله ما نخلي السماع لهم دقس، يعني ده بحبه بسمع له غناو. تذكر ديل. الرسالة الثالثة أقول قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. البيجو بقولوا لك الشباب والناس قاعدوا يبكوا والبنات وانت بتوجه رسالة وانت يا النصري غناك بيختلف من غنى الناس التانين كله حرام. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. يستحلون حرام حللوه، ده حديث في البخاري. ما داير لها فتوى ولا تفتش ليه فتوى يا زول، انت في خير ما ترجع ولا تفتش ليه فتوى لا من مجمع فقهي ولا من هيئة كبار العلماء. الأكبر منه ونفته بدري بالنصوص مالك الشافعي أحمد أبو حنيفة القبليون ابن عباس ابن مسعود في غاثة الأهفان كلهم قالوا الغنى حرام شت ولا دار له فتوى ولا دار له فتوى. والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس وما تردد وإن أفتاك الناس وأفتوك. والله اداك صوت جميل. نقول ما قاله ابن مسعود لزازان. زازان كان فنان. ابن مسعود قال له كلمة تاب، قال له ما أجمله من صوت لو كان في كتاب الله. صوتك ده البكيت بالشباب وأثرتهم وغيرهم وعاطفتك الحية دي شغلها في القرآن الله بينفع بك. نرجو الله لقدام نسمع تسجيلات له لكتاب الله ونسأل الله يثبته. دي الرسالة الثالثة. الرسالة الرابعة للفنانين التانين اقتدوا بالرجل ده واصلوا في دأبه بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة. واعلم يا من تبت إلى الله أن توبة الله عليك فيها فرح الله كما في صحيح مسلم وفيها محبة الله كما في سورة البقرة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وسينظر الله إليك وسيبتليك. أبشرك الله بيبتليك بالناس، يبتليك بوساوس، يبتليك بأشياء كثيرة. أثبت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ودي والله بشارة خير ونحن مستبشرين. نسأل الله يثبت الرجل ده ويجمعنا به في دار الكرامة على سرر متقابلين. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا.